هذه المرافق بعضها مخالف، بعضها غير يعني يعني غير قانوني، والبعض الآخر مخالفات عنده كبيرة في السلوك، في التطبيق، في التنفيذ. ناهيك على أن هذه المرافق السياحية اللي ذكرتها حضرتك هي ليست حدائق عامة ولن تكون مطاعم عائلية، لا بل هناك يعني اسمح لي أن أقول نوادي وملاهي ليلية دخلت بين الأحياء السكنية، وبعض الكافيهات الموجودة الآن تمارس يعني حتى فيها قمار، فيها يعني فساد كبير أخلاقي، وبالتالي مسؤولية الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية أن تراقب مثل هكذا مرافق. ما حدث مؤخرا غرق في بعض المرافق التي تجد الحكومة أنها مخالفة للقوانين، ما هي إلا خطوة في الاتجاه الصحيح. نأمل من الحكومة أن تكون جادة وصارمة في اتخاذ كافة القرارات، وخصوصا فيما يخص الجانب الأمني، معالجة هذه الأخطاء التي أصبحت تسري كالنار في الهشيم في المجتمع العراقي، والتي أثرت على مزاجيات وميول الشباب العراقي والمرأة العراقية والمجتمع العراقي بصورة عامة، خصوصا وأن اليوم الشعب العراقي ليس كباقي المجتمعات الديمقراطية المنفلتة، وإنما تحكمه المنظومة الدينية والمنظومة التراثية والتقاليد والعادات، كل هذه تدخل ضمن محددات الهوية العراقية. حياكم الله. إدارية، أمنية، أم هي أخلاقية؟ تعددت الأسباب والإغلاق واحد. مرافق تحولت من السياحة ذات المردود الاقتصادي إلى أوكار للإفساد المجتمعي، حملات للداخلية ومثلها لهيئة السياحة، ولا تقف عند أمانة بغداد، أبواب المخالفين تغلق وتوصد بلا استثناء أو تمييز. ولكن بعض الإغلاق محط اعتراض، لماذا تنشط الإجراءات هنا وتستثنى هناك؟ ولماذا تطال فلان ويسلم منها فلان؟ ما هي الأسباب وما هي النتائج؟ وهل ستغير الواجهة السياحية للعاصمة بشكل كبير بعد كل هذه الإجراءات؟ أم سيعدم هذا النشاط فداء لعاصمة الإقليم؟ إجراءات كثيرة وأسئلة أكثر، فهل سنجد الإجابات أم سنكتفي بسماع البيانات الرسمية المقتضبة؟ علما بأننا تواصلنا ولم تصلنا أي استجابة تذكر من الجهات المعنية، شنو راح نسميه، هروب من الجواب أو عدم الاكتراث؟ وفي الحالتين سيبقى الحصاد لمن يزرع أفضل، سواء كان من هنا أو هناك. ملفنا الأول راح يكون عن إغلاق وزارة الداخلية لقرابة 900 مرفق سياحي مخالف في العاصمة. محور الحديث راح يكون مع نائب رئيس هيئة نقابة السياحيين العراقيين الأستاذ خالد الربيعي. حياك الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالخبير القانوني الدكتور علي التميمي. حياك الله. محييك يا أستاذ. أبدأ معك أستاذ خالد، شنو سبب إغلاق 900 مرفق سياحي؟ وبداية حتى نعرف المتلقين، شنو معنات مرفق سياحي؟ طبعا المرفق السياحي هو كل مرفق يعني بتقديم خدمة سياحية، سواء كان مطعم أو فندق أو منتجع سياحي، بل وحتى نذهب إلى بعض الأمور إلى المولات أو حتى المحال التجارية لبيع الأدوات الفلكلور وغيرها. طيب. أو حتى أنه أكو بعض المحلات للتسويق السياحي هي تعتبر مرفق سياحي، حتى الشركات السياحية تعتبر مرفق سياحي، فكل الشيء يعني بالعمل السياحي هو مرفق سياحي.
زين، تعددت الأسماء تحت مسمى يعني مرفق سياحي، لكن اليوم المواطن جاي يشوف حالات لا أخلاقية في هذه الأماكن والمسمى مرفق سياحي. حقيقة هي هذا صلب الموضوع، التصرفات الغير أخلاقية من أصحاب المرافق السياحية المزمع أنها مرفق سياحي أدت إلى هذه الأحوال. لا يخفى على الجميع أن العراق ما زال تحت قوانين الحملة الإيمانية للنظام السابق، أي منع كافة الملاهي في العاصمة بغداد بل في العراق كله. هذا الأمر أعطى حقيقة فراغ كبير للموافقات الرسمية لإنشاء الملاهي، فذهب أصحاب المطاعم وأصحاب الكافيهات إلى تحويل مطاعمهم وكافيهاتهم إلى ملاهي دون الرجوع إلى موافقات رسمية من قبل هيئة السياحة أو الدولة أو وزارة الداخلية، يعني الشأن المختص بها. طيب إذا نظرة قانونية أستاذ علي، إذا كنا تحت قوانين الحملة الإيمانية من البعث المقبور، فهذا المطعم راح يصير مرفق سياحي، دور أخرى راح تتحول إلى مرة، طبعا هي كلمة حق يراد منها باطل. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة فرح وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. طبعا الذي ينظم مسارات وخطى الشعوب، تعرفين حضرتك، هي القوانين. لا يمكن أن نقول أنه هذا المجتمع منظم هذا المجتمع غير منظم، لا، قولي هذا المجتمع به قوانين وهذا المجتمع ليس به قوانين. ده نشاهد في كل موازنة تصدر هم يعني يمنعون بيع تصدير استيراد الخمور، يعني تحدث عن الخمور. صدر قانون بالفترة الأخيرة تذكرين حضرتك منع بيع الخمور في الأماكن العامة، يعني هذا تحول كان كبير في السيطرة على هذا الوضع. هو صدر قانون طبعا، لكن مسألة ذكر الأستاذ خالد يعني الفنادق الأماكن هاي الخاصة، هذه طبعا وكنا قبل قليل نتحدث بهذا الموضوع، هي محكومة بقانون هيئة السياحة، يعني الموافقات تعطيها هيئة السياحة، لكن ماذا بعد الموافقة أستاذ فرح؟ هو هي ليس أنت تعطي الموافقة وخلص، لا، أنت تحتاج إلى أن تكثف الرقابة، وهذه الرقابة يجب أن تكون دقيقة أستاذ فرح، لأنه قد تستخدم هذه الموافقات اللي تكون في حدود معينة في أجزاء معينة ليست مفتوحة بهذا الشكل اللي تستغل. ويعرف أستاذ خالد هذه أنا برأيي الرقابة هي المهمة جدا على هذه الأماكن في سبيل تحديدها، حتى أفهم لأنه القانون العراقي قانون من تنطي إجازة عندك فرق يعني ملزمة قانونيا بالرقابة. هو طبعا هيئة السياحة معنية، وإحنا حتى يعني في حالة مثلا لعب القمار عندنا مواد قانونية في قانون العقوبات تعاقب وتصل العقوبة إلى سنتين على لعب القمار وتصادر، وهم أجروا عدد كبير أستاذ فرح من الحملات اللي طالت لعب القمار في بعض الفنادق، كانت يعني غير مرخصة أو بها تجاوز أو بها لعب قمار أو بها يسمونه الروليت. هذه هي المشكلة، المشكلة احنا عندنا في العراق بصراحة ليست في القوانين وإنما في لكن التطبيق والرقابة أستاذ فرح. التطبيق على ناس وناس، يعني ممكن يلزمون إنسان بسيط راح يلعب، لكن أكو شخصيات ثقيلة إعلاميين واضحين كلش طبيعي وعادي أصلاً ولا حد يحاسبهم. هو إحنا عندنا قاعدة بالقانون يعني درسناها بالكلية بالدراسات إنه لا أحد فوق القانون، هاي لا أحد فوق القانون تطبق من قبل أناس يمتلكون هاي المقدرة على أنه فعلا يصلون إلى أي شخصية. ما ممكن أنت يقف أمامك يعني الحديث النبوي. طيب. أني لا أخشى عليك هذا فقط مداخلة أستاذ الغالي، أنه ليس من حق هيئة السياحة اليوم إعطاء أي إجازة لأي مرفق سياحة بافتتاح ملهى ليلي، هذا الشيء مو من ضمن قوانين هيئة السياحة أصلا، مو من حق. لا، أنا أتحدث عن الرقابة والرقابة تأتي بعد الموافقة، وأصلا أنا مو من حقي أمنح، فكيف أراقب؟ فهنا هي المشكلة. بعد المن تمنح الإجازة؟ في ماكو موافقة لأي ملهى. لا، مو الملهى. مو ملهى، المن يعني تفتح. الموافقات الرسمية تعطى من قبل دائرة التصنيف في هيئة السياحة لكل المطاعم، تصنف حسب
درجتها، أي تجهيزها، العاملين فيها، الخدمات اللي تقدم، مكانها، موقعها، مساحتها. يصنف هنا المطعم أو المرفق السياحي أيا كان بالتصنيفات المعروفة، هي الخمسة الفايف ستار وما دونها إلى درجة الأولى. تنطي السياحة إجازة لفتح ملهى داخل هذا المطعم؟ الملهى بكل الأحوال بكل ترتيب حاليا غير موجود أي مأذونية أو أي شرعية من قبل أي جهة داخل الدولة العراقية بفتح. أستاذ خالد، هو مو ملهى، ما حد راح يقول لك أنا سأذهب إلى الملهى، راح يقول لك إحنا راح نروح للجازينو. هي كلمة حق يراد منها باطل، أنا رايح مثلا المطعم أو رايح الجازينو، لكن حضرتك تعرف وأنا أعرف والمتلقي يعرف أنه هذا المكان مشهور. يعني إذا تجين على فتح المرفق أو عدمه، أنا مع فتح المرفق وليس ضده. ليش؟ لأنه بالنسبة لك أنت العراق مو فقط إسلامي، العراق متنوع. نعم. وبالتالي أكو حاجات يقبلها الآخر أنا ما أقبلها، فبالتالي هذه حقوق الآخرين إحنا لازم نؤمن بها. لكن قانونا ماكو أي تشريع بالدولة العراقية يجوز فتح ملهى ليلي أو كازينو على قولتك. أكو هواي تفاصيل هي لغلق المرافق السياحة، مو فقط الملاهي، أكو المخالفين. ترى أغلب المرافق السياحية اللي أغلقت واللي عددها 800 وكسر، هذه مو فقط الملاهي. شنو المخالفة اللي تسمح للجهات المعنية حتى تغلق هذا المرافق؟ أولا التهرب من الدفع الضريبي، وهذه طبعا السمة الأكبر. ثانيا تشغيل الأيادي العاملة الغير شرعية، وهذه طامة كبرى أدت بالوبال على كافة حقيقة أبناء الشعب العراقي. اليوم عندنا أكثر من 1,500,000 عامل غير شرعي موجود على الأراضي العراقية، أي ما يهدد لكل فرصة عمل واحد وراء 4 أشخاص، نفرض أمه وأبوه وزوجته وابن واحد، إذا ما قلنا أكثر، والعراق طبعا أكثر، فلنفرض 5 أشخاص هم، إحنا بالنسبة لنا مهددين اليوم 7.5 مليون عامل عراقي عاطل عن العمل بسبب وجود هؤلاء. هذا كله مخالفات موجودة بعيدة عن أنظار المجتمع، هذا ما يحس بيها المجتمع، وبالتالي رجعت بالوبال علينا. يعني دا نشوف إحنا السوري ودا نشوف الجنسيات الأخرى، دا نشوفهم متواجدين بالشوارع في أماكن العفو هي مشبوهة وموبوءة، حتى لو أماكن اللي غير مشبوهة هم موجودة الأيادي العاملة، مخازن وسطت مراحل حتى أنا أتحدث فيما يتعلق بالجازينوهات وبالمطاعم وحتى الفنادق. هسه أكو ملاهي بالفنادق أستاذ خالد لولا؟ يعني أكو حقيقة يعني مرفقين أو ثلاثة، أنا ما أحب أذكر بالأسماء، سبق أغلق ورجع يعيد افتتاحها. طبعا أيضا تلك المرافق هي حولت مطاعمها لملاهي، أيضا هي مو ملاهي. زين ليش الفندق حلال عليه يفتح جازينو أو ملهى والمرافق هو مو حلال عليه، هو مخالف. لكن تعرفين إحنا عندنا المحسوبيات موجودة بالعراق. لا، محسوبيات لو مافيات وإدارة ملفات كلها مقبولة يعني. زين، ما هي الوجهة القانونية أستاذ؟ لا، أنا خلي أعقب على كلام الأستاذ. أنا يعني ماذا أقصد أنه هيئة السياحة تنطي موافقات للملهى؟ لا، هو مثلا البارات، الموافقات على عمل البارات. البارات ما موجودة. اي هو لانه صدر القانون عندنا منحها، منع البيع، فاتحدث عن الشوارع يعني استاذ. لكن هو شوف استاذ فرحيه، استاذ خالد، ترابط اكو. يعني انت من الاقامه تكون غير صحيحه اقامه الشخص سواء كانت امراه، هذا يدخل في قانون الاقامه والمفروض يحاسب، صح؟ من يجون يلعبون قمار في داخل هاي الصاله اللي هي على اساس فندق، وعلى اساس هي معدة لأغراض أخرى صحيحة، هذا خرقة القانون. عندما يكون بها تناول خمور تحت الطاولة أيضا هذا مخالفة، صح ولا لا؟ صحيح. عندما يكون ربما حتى مسألة اتجار بالبشر به، هذا اللي أنا حقيقة يعني ما لحقت أقوله. بس أخذك أستاذ خالد، أخوك بيشتغل بالقضاء، عندما أتحدث لك عن وقائع موجودة، صح؟ يعني إحنا من نجي نريد نطبق القانون، جنابك احسن مني تعرف القانون، عندنا قانون العقوبات احنا. يعني حتى لو كان مثلا انت ما تطبق قانون الجار بالبشر، ما تطبق قانون البغاء مثلا هذا الجديد اللي صدر، ما تطبق قانون منع الخمور، عندك قانون العقوبات 506 ماده استاذ فرح، ما ترك صغيره وكبيره الا تناولها الا عاد. اذا احنا عندنا قوانين ملزمه وموجوده
والبارات ماليت لك الشوارع واماكن العفو اجلكم الله اماكن الدعاره وسط الاحياء السكنيه. والله انا اشوف انه في عهد السيد السوداني يعني دوله الرئيس السوداني الامور بدات تسير باتجاه ايجابي، يعني بدات حملات جيده، بداوا يكافحون، بدات هسه هاي الحملات الاخيره العلبتاويين بغداد الجديده يعني القوا القبض على مخدرات على بس استاذ علي هم راح يقول لك اكو مرافق سياحيه وفنادق معروفه جدا تمارس هذه الاشياء امام العلن، يعني لا خايفه ولا مستحيه من قانون ولا من ناس ولا من اي شيء. يعني استاذه اختلف مع حضرتك، ما اعتقد شيء امام العلن، يعني هيك امور ماكو، لانه هذا مثلا انت قصدك الفنادق الراقيه يعني هاي بها جهات امنيه تراقبها، بها استخبارات هي مخالفه للقانون لو مو مخالفه؟ اذا كانت بها بهاي الطريقه طبعا استخبارات مخالفه. هنا احنا عندنا مرافق السياحيه او الفنادق السياحيه الدرجه الاولى الضخمه يعني هي على عدد الاصابع، تهويل باتجاه هذا الامر انا اشوفه تهويل باطل ما موجود ما له واقعيه، هو فقط فندق واحد مخالف وفنادق او فندقين تحت الدرجه الفايف ستار ايضا مخالفه، مو بذاك الكم اللي يصبح حديث، لكن المتضررين من هذا الامر بما انهم يريدون يحقون الحق لهم يهولون من هذا الامر. انا ارجع اكد على مساله العماله الاجنبيه اللي هي اساس كل هالمصايب، شلون؟ احنا طبيعه تعاملنا ويا الايدي العامله باعتبارنا نقابه عماليه مشرفه على القطاع السياحي، حقيقه هواي شكاوي هواي امور وصلت لنا. الايدي العامله غير شرعيه الداخله للبلد، هذه انطت تنازلات بحيث تعمل كل شيء مخالف في سبيل انه السدره مقعيشه. شن هي التنازلات اللي تقدم؟ مثلا يعني اغلب الفتيات العاملات اليوم بالملاهي نزلت الى مستوى غير مرضي، بل ذهبت الى عذرا الى الدعاره وغيرها وغيرها، حتى الى متاجره بالاعضاء والبشر والمخدرات. هذني من كلها موجودة الاجانب المقيمات كلها موجوده بسبب من؟ بسبب ضعف الحاله الاقتصاديه للوافدين الغير شرعيين للبلد. هذا اقامته غير حقيقيه. وضع الاقتصادي تعبان. اي لحظه يهدد قد يذهب الى بلده هو مطالب رسميا. زين. فهذا يسوي كل شيء اصلا هو على مود يبقى. ثانيا احنا هذا اجانا نتيجه ظروف داعش اللي انزلت به الويلات، فشاف المر هناك فرضى بالمر الاقل اللي هو يعتبره. هذه موجوده على ارض الواقع حقيقه، واذا ما نؤمن بها راح نغالط نفسنا ونخلي نفسنا موقع غلط. زين. خلي أقول لك رأيي بصراحة، يقول لك هاي 900 مرفق سياحي تم إغلاقه من جهات متنفذة حتى يفتحون الباب أمام إقليم كردستان اللي صارت رقم واحد بالنسبة للسياحة وهذه الأمور الأخرى. خلي أقول الشغلة، أغلب المرافق أيضا هم أصحاب متنفذين، يعني لا تروحين بعيد، فلذلك الذهاب بهذا الاتجاه أنا مو دفاعا عن هيئة السياحة، هيئة السياحة بها قصور أنا أشوفها كنقابة كبير. زين. لكن اكو امور لازم يعني حقيقه، مثلا عندنا اداره المجاميع السياحيه باداره الاستاذ مهدي غضبان تشتغل شغل، يعني احنا كنا نتمنى كل الدوائر في هيئه السياحه ان تحذو حذوه، هذا الشيء لازم يحمد. بالمقابل باقي الدوائر عليها امور لازم تشتغل. المشكله وين؟ المشكله انه هذه المخالفات اللي موجوده في تلك المرافق السياحيه يجب ان تقنن بقانون، ويجب ان تكون هناك مسامحات. مثلا انا عندي ضريبه من كذا سنه لكذا وضع، فات عليه وضع داعش، فات عليه وضع كورونا، فات عليه وضع، هذه تراكمات ضريبيه كبيره، مو كل مرفق سياحي قادر على تسديدها. المفروض اكو شنو؟ المفروض اكو قوانين، يعني روح القانون او تعديلات او قرارات روح القانون. استاذ علي فد اريد افهم من حضرتك نقطه بصراحه باعتبارك جهه رقابيه، هذه المرافق السياحية هسه الموجودة مرافق سياحية نظيفة قسم منها كبير نظيف؟ شنو أغلب شنو أغلب يعني شنو مثلا احنا دا نسمع طبعا ما حد أغلب ما حد المرافق اللي أغلقت عيان، لكن يقول لك أكو دعارة، أكو إيجار بالبشر، أكو مخدرات، أكو حتى العفو يبيعون مشروب للأقل من عمره 18 سنة. مسألة 800 وكسر مرفق سياحي يغلق، إذا كان عندنا 800 وكسر مرفق سياحي ملها فهي طامة كبرى مو صحيح.
الملاهي ترى موجوده يعني ما تتجاوز الاعداد حتى ال 50 يجوز. لا شنو هاي 900؟ هذه مرافق اخرى شرعيه تجازوا اصول لكن خالفه ضريبيا او خالفه باقامه العمال او خالفه صحيا، توجهت لها انذارات ما لبت ما سددت، هذه تفاصيل اداريه موجوده لدى هيئه السياحه. اذا دكتور علي روح القانون، ليش ما تسمح لهم بفتح اشياء بسيطه تحت القانون مما يسعهم، لانه بالتالي هذا مرفق سياحي مسيطر عليه مراقب ويدر اموال للدوله العراقيه. والله انا اولا اتفق مع الاستاذ المحترم استاذ خالد في انه إن نحتاج حقيقه الى قانون. يعني احنا القوانين اللي عندنا اغلبيتها قوانين قديمه. استاذه يعني انت الان عندك وافدين الى البلد باعداد كبيره. صح. هاي اولا. وثانيا احنا عندنا جرائم بدات يعني تاخذ الصدى الكبير مثل المخدرات، جار بالبشر، جار بالاعضاء البشريه، حتى القمار، تسول، تسول جريمه خطره لانه التسول يغلف يعني الاتجار بالبشر يغلف بالتسول استاذ. نعم. فاني برايي هاي اللي تحدث عنها الاستاذ خالد هو ادرى من عندنا، يعني هو الموضوع موضوعه. نعم. هو متابع اكثر من عندنا، يعني برأيي يحتاج إلى قانون ينظم هاي المسألة بتفاصيلها بدقة ويفرز، يعني يفرز هو تحدث الأستاذ عن توجد مخالفات ربما عدم دفع الضريبة، مخالفات بسيطة، قسم مخالفات كبيرة، هاي أستاذة يجب أنه يعني يكون هناك تمييز فيها. لا. في هذا القانون اللي يشرع، لأنه المواد اللي تطبق على مثل هكذا حالات هي مواد مبعثرة في قوانين مختلفة. مجلس النواب بإمكانه إقرار قوانين، يعني عندنا احنا اليوم قوانين تحمي الشباب، تحمي الفئة الأكبر من هذه المواد، عندنا هذه القوانين المفعلة. وأنت أثرتي نقطة كلش مهمة، هي مسألة الأقل من 18 سنة. وهذا الخطر اللي على المجتمع. أنا برأيي أنه هؤلاء الصغار هو يطبق عليهم قانون رعاية الأحداث احنا عندنا. زين. لكن الخطورة وين أستاذة؟ أنت هذا يسميه قانون رعاية التشرد وانحراف السلوك. هؤلاء الرقابة عليهم مهمة، تسليمهم الوليهم يعني للآباء. زين. او ايداعهم في مدارس تأهيل كما يسميها القانون. هؤلاء الصغار انا اشوف هو الخطر الاكبر على المجتمع اولا، لان انت ممكن اذا شخص اجنبي او فتاة اجنبي ممكن تسفرها، ممكن تنتهي الإقامة. زين. لكن انا اتحدث عن يعني الشباب الصغار اللي حضرتك. هذا مجلس النواب انا برايي معني في تشريع هذا القانون اللي يجمع هاي المواد المبعثره ويجعلها في قانون واحد. احنا بالنسبه لنا كسياحيين او كخريجين سياحه لليوم احنا بدون وصف وظيفي. بدون شنو؟ بدون وصف وظيفي، ودخل الوصف الوظيفي في الفتره. نعم. الاخيره والسنتين الاخيرات، لكن بنسبه جدا ضئيله ما تلائم حتى ولا واحد بالالف من احتياجات السياحيين. هذا شو ولد؟ ولد بالفترات الماضيه. يعني شنو ما لك وصف وظيفي؟ ماذا يعني؟ انا بالنسبه لي درست السياحه. زين. درست كليه علوم سياحيه، هسه انا اللي احكي وياك خريج معهد بغداد للسياحه الفندقي. زين. خريج معهد اداره قسم الارشاد السياحي اللغه الالمانيه، لليوم انا بدون وظيفه. ماكو وظيفه يعني. يعني قطاع خاص يعتبرون. ماكو وظيفه. بينما اذا كانت الدوله حقيقه مطلعه على اهميه السياحه وخريج السياحه، مثلا قبل فتره لاحظنا وزير الدفاع والكل هذه تحت يعني انظار العيان تهجم على مطابخ وزاره الدفاع وشهد في حاله سيئه لنوعيه الاكل. واضح. تقدر تستعين بالطباخين خريجين اعداديه السياحه وتوظيفهم. هي هنا النقطه. نفس الشيء وزاره الداخليه بين الجهات، نفس الشيء المستشفيات. المستشفيات انا عندي الاستقبال مثلا الريسبشن، ممكن تكون الاستعلامات في كل دوائر الدوله هم خريجين الريسبشن، لان هو تخصص الريسبشن، تخصص استعلامات. هذا القصور حتى واجهه وكاريزما بين الجهات المعنيه. شنو السبب؟ هذا القصور بالتنسيق مع الجهات المعنيه. لا شوف الدوله من زمان السياحه يعني نظرت للدوله القاصره لخريجي السياحه باعتباره بوي طباخ شنو يعني؟ ليش ادوخ يعني نفسي فيه؟ هذا الواقع حقيقي. واحنا التقينا 2003 اعتقد كان حتى بعد 2003 احنا التقينا باغلب الساده المسؤولين، هاي النظره موجوده. بس بعد 2003 وبعد التحرير من داعش كل الامور اختلفت. بس انا اقول لك اليوم انت عندك سياحه انا بشوفهم بسبب استقرار الاوضاع بعد السقوط. زين. حقيقه اتجاه الدوله للسياحه
ما كان موجود. ليش؟ انتم تعرفين غزو امريكي واقتتال طائفي وبعدها القاعده وثم داعش وثم هذا ما اضطراحه للعراق ينهض سياحيا. احنا مو بس هذه، احنا اذا نذهب للماضي القريب وليس البعيد، احنا من 45 سنه ما عندنا ولا مرفق سياحي انشئ جديد ولا منتجع سياحي انشئ جديد. والتصنيف ترى على المطاعم هذه اللي تقول عليها 5 ستار هاي مو حقيقي، هذا حتى ما اعطيها 1 ستار قياسا للعالميه الموجوده. احنا دا نعطي تصنيفات يعني تقريبا شبه اللي نقنع نفسنا. زين بصراحه استاذ خالد، بعد ما غلقوا هذا ال 900 مركز اللي قيل عنها انها مخالفه، الاماكن اللي لا زالت مفتوحه هذه مو راح تبيع الاسعار بالضعف؟ لا، لان المنافسه اليوم شديده بالسوق والمطاعم اكبر من احتياجات السوق، وهذا الشيء ما راح انا اكد. ما بدي احكي عن المطاعم، هو اغلب المرافق. ما تحكي عن المطاعم، خل احكي لك اياها بالقلم العريض. شرب الخمور والمخدرات وبقيه الامور الاخرى السيئه للاسف، ايجار اذا نرجع ما راح ياثر انا برايي. ليش؟ ليش؟ اولا هو شرب الخمور متاح بالمخازن، ما خلقت المخازن. المخازن هاي المخازن لها تصنيف عمري. انا سجايج. المخازن اعطيت لغير المسلم، اجازات خاصه لغير المسلم باعتبار انه من حقه. زي. المخازن موجودة، لكن وجودها داخل مطعم هذا مخالف. فلما تخلق داخل المطعم والمطعم يخالف جلب الشرب داخل المطعم، هذا مو معناه أنا غلقت المخزن ولا معناه المخزن متوقف. لا، المخزن موجود، دا يمارس ودا يبيع ودا ينطي ودا يستربح. وأكو بالنسبة لك اعتبارك جهة رقابية، كم مطعم اسمه مطعم بس هو ملهم؟ والله ما تحدد، ماكو. احنا بالنسبه لنا بالنسبه لان اليوم المواطن ذكي ومطلع بشكل كبير، هو اسمه مطعم يعني، لكن هو مو عائلي ولا يملك بصله للمطعم. اقل من 5%، اقل من 5%، يعني عندنا اعداد المطاعم هائله. شوفي انت المشكله اليوم اذا واحد خالف الصيت اللي يصير اكبر من 100 واحد ملتزم باعتبار ذاك ساكت، يعني مو شيء نشاز، بس النشاز دائما يصدر. ف 50 مطعم او 50 ملهى موجود ببغداد عمليه صعبه ما يتقبل. احنا اذا 10 ملاهي موجوده ببغداد هي عمليه ايضا مو سهله، لكن نسبه لل 50 للمطاعم الموجوده ولا تجي حتى 1 من 10. هذا الاغلاق راح يخلي اقليم كردستان يزدهر؟ شوفي هذه يعني هي بيها او بدونها اقليم كردستان عنده موسم للانتعاش وعنده موسم للهبوط. موسم الشتاء متهم ما له اي وجود، وموسم الصيف هو سواء ببغداد او بدونه هو اصلا تمتلح. يعني هذا الاغلاق ما راح ياثر؟ لا لا اكيد. استاذ علي خلي اضيف على كلام الاستاذ، هو ياثر على الحاله العامه في بغداد مو على شلون وضح لي اياها. هو اللي اقصد بغداد يعني. شوفي احنا بالنسبه لنا اليوم منفتحين سياحيا، وحقيقه قبل فتره انا اسف للمقاطعه استاذ علي، انطي وقت ان شاء الله. قبل فتره اعلن عن اقامه منتجع سياحي في الخضراء بالتعاون مع شركه قطريه اعتقد، وحقيقه استبشرنا به خير. ما معناها اتجاه الدوله للسياحه، اكو وافد سياحي. طالما اكو وافد سياحي يجب ان يحترم رغباته. اذا فتحنا نفسنا على الاخرين يجب ان نحترم رغبات الاخرين وان كانت مخالفه لنا، والا نقعد ناهيك. انه اصلا السياحه هي العنصر الاهم للموارد لكل دوله. السياحه بين قوسين ترجمتها نهر من الذهب، اغلى واقوى وارد من النفط. وضحت وضحت الفكره، انا اعتذر منك. لا هذه بس يعني انا اشوف انه شوف ليش ربما الاهتمام بالتعيينات بالنسبة لجماعة السياحة والفندقة قليلة، لأنه النظام الاقتصادي في العراق هو اقتصاد السوق، اقتصاد الحر، يعني مو اشتراكي مو الدولة. لكن التوجهات الأخيرة طبعا من الحكومة العراقية في البناء، في الإعمار، في التطوير، أعتقد راح تلتفت لهذا الموضوع. يعني برأيي راح يلتفتوا لهذا الموضوع، خصوصا انه العراق استاذه فرح بلد ريعي يعتمد على النفط بدرجه 95%. صحيح. وعندنا احنا سياحه، عندنا سياحه بكل المجالات، سياحه دينيه، سياحه اثار غيرها موجوده. فاعتقد انه البلد يسير بهذا الاتجاه، وراح يكون هم اولى، يعني هم اولى بالتعيين انا برايي. نعم. لانه
كما يقول مثل العراقي أعطى الخبز الخباز، فهم أولى. فأعتقد التوجهات القادمة راح تخدمهم بهذا الاتجاه إن شاء الله. ملاحظة صغيرة، يعني إحنا عندنا السعودية هي تقريبا سيطرت على السواح الوافدين إلها ب 8 مليون وكسر، العراق فقط في زيارة 40 يوصل 20 مليون. الوافدين للعراق من كافة الجنسيات ومختلف الجنسيات نعم. اليوم تجاوز 20 مليون، 20 مليون، 7 مليون زائر البرازيل نهضت باقتصادها دولة ثامنة بالعالم. إسبانيا بلد المرور السياحي الأول نعم. ب14 مليون سائح يمر فيها، مو 20 مليون، احنا مو 20 نعم. مليون، وأكثر من هذا الرقم أيضا. عندنا السياحة متنوعة، يعني سياحة التضاريس من كل أنواعها، من الجبال والهضاب والسهول وغيرها وغيرها، التاريخ وعمق السياحة الدينية، السياحة البرية، ماكو سياحة ما عدنا. إذن نستبشر خير إن شاء الله أستاذ خالد، شكرا جزيلا. نائب رئيس نقابة السياحين العراقيين الأستاذ خالد الربيعي نورتنا بحلقة اليوم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. دكتور علي راح تبقى ويانا بإذن شكرا الله. شكرا جزيلا. إذن ملفنا الثاني راح يكون عن قرار محكمة العدل الدولي بشأن رفح، وراح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سا. أكثر من أسبوعين من بدء الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح، سقط خلالها مئات الشهداء والجرحى. إسرائيل تتلقى ضربة جديدة من محكمة العدل الدولية التي يلزمها بوقف عملياتها العسكرية وفتح المعابر بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. أصبحت إسرائيل حقيقة في موضع اتهام واضح وفي إدانة واضحة، سواء كان بقرارات مجلس الأمن الدولي أو حتى في قرارات محكمة العدل الدولية. المجتمع الدولي أيضا يدين وبشكل واضح الممارسات اللا إنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب إزاء أهالي فلسطين وبالخصوص أهالي غزة. بالتالي لابد من تطبيق هذه القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية، خصوصا ما يتعلق بالدعم الغذائي واللوجستي. فور صدور القرار سارعت جنوب أفريقيا الدولة التي طلبت من المحكمة انسحاب القوات الإسرائيلية مع فرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية بحق الأبرياء. ويعتبر قرار العدل الدولية التحرك الثالث لهذا العام ضد مصالح إسرائيل التي تجد نفسها أمام عزلة دولية غير مسبوقة. حقيقة هناك طلب تقدمت به جنوب أفريقيا وتم تأييد والمباركة لهذا الطلب من قبل العديد من الدول العربية والأجنبية وفي مقدمتها هذه الدول مصر. هذا الموضوع يؤكد على أهمية التزام المحكمة الاتحادية بالضغط على الكيان الصهيوني بإيقاف جرائم الحرب والانتهاكات التي تحصل في قطاع غزة. نتمنى من المحكمة الدولية أن تؤكد على تفعيل وتطبيق هذا القرار ولا يبقى سوى شعارات. رحبت دول عربية بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، كما أمرت بدخول لجان تحقيق بشأن الإبادة الجماعية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، حياك الله من جديد. الله يحييك استاذ فرح، شكرا. وسينضم الينا عبر سكايب الباحث في الشان السياسي من القدس المحتله الاستاذ احمد صفدي، حياك الله استاذ احمد. تحياتنا لكم ولضيفك الكريم. اهلا وسهلا. شكرا. ابدا معك دكتور علي، ماذا يمثل قرار المحكمه محكمه العدل الدوليه لفلسطين من جهه وللكيان الصهيوني من جهه اخرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة مرة أخرى وضيفك الكريم الأستاذ أحمد. طبعا بالتأكيد محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي للأمم المتحدة، تعمل وفق نظامها الداخلي. طبعا محكمة العدل الدولية تنظر هذه القضية، قضية الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. المدعي في هذه القضية هي جنوب أفريقيا، وانضمت لها دول نيكاراغوا، تركيا، حتى العراق قدم طلب انضمام لهذه الدعوة. طبعا هذه الدعوة أستاذة فرح كانت أكثر من جلسة،
وكانت قرارات سابقة للمحكمة قررت فيها إلزام الكيان الصهيوني بإيقاف الحرب، إيقاف الإبادة، السماح بدخول المساعدات. القرار الأخير اللي صدر يوم أمس كان إيقاف العدوان، السماح لفرق التفتيش بالتحقيق بالدخول، إلزام الكيان الصهيوني بالإجابة خلال مدة شهر. وطبعا تعرفين حضرتك أكو فرق بالقانون الدولي ما بين الإلزامية القرار وتنفيذ القرار، فهذا القرار ملزم. وضح ليها إذا ممكن، يعني الإلزامية تلزم الكيان الصهيوني بإيقاف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية؟ نعم طبعا. إحنا تعرفين حضرتك الاتفاقية اللي مقع عليها بالقانون الدولي الدول تكون ملزمة إلها وفق المادة 102 من الميثاق، يعني نعم. إسرائيل مقع على الاتفاقية وفلسطين كعضو مراقب لكن هي أيضا موقعة على الاتفاقية، وجنوب أفريقيا أيضا موقعة على الاتفاقية. بالتالي عندما يصدر قرار من محكمة العدل الدولية هذا القرار إلزاميته تتأتى من التوقيع على الاتفاقية، نعم. هذا الإلزام بموجب المادة 102 من الميثاق، لأن كل اتفاقية تودع في الأمم المتحدة حتى تراقب تنفيذها، هذا مهم جدا. لكن التنفيذ كيف تنفذ؟ يحول القرار من محكمة العدل الدولية إلى الأمين العام، والأمين العام أستاذ فرح راح يحوله إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن يتكون من 15 دولة، 10 متغيرة كل سنتين، وخمسة دائمة العضوية تعرفينهم، بريطانيا وفرنسا، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، الصين، روسيا، دولة دائمة العضوية. إذا يصوتون على القرار اللي صدر من المحكمة، إذا واحد منهم دول الخمسة استخدم فيتو ينتهي القرار. هي دائما تستخدم الولايات المتحدة وهذا معروف. فالقرار بهذه الطريقة هو يعني يمكن الأستاذ أحمد راح يساعدنا بالرأي. أين؟ هو قرار يعني معنوي، هو قرار إلزاميته، لكن إسرائيل هي دولة متمردة على القانون الدولي، يعني أكو قرار صدر رقمه 27/12/23 قبل 6 شهور من مجلس الأمن، ما التزموا به. بيش حاله شنو المفروض يسوي مجلس الامن على الماده 6 من الميثاق الامم المتحده؟ دوله متمرده تعتبر لازم يخليها تحت الفصل السابع، لازم يشكل جيوش عليها، لكن هذا ما شفنا. هذا ما يصير استاذ. استاذ احمد اجد الترحيب بحضرتك. اذا هو قرار معنوي اكثر مما قرار ممكن ان يحقق او يطبق على ارض الواقع، لانه حتى لو وصل للدول الخمسه الدائمه في مجلس الامن ربما الولايات المتحدة راح تقول فيتو وبالتالي لا يطبق القرار، فشنو رأي حضرتك؟ تحياتي أستاذي وزميلي لك ولجميع المشاهدين الكرام. حياتي. ولضيفك الأستاذ القانوني، أولا نتمنى المعافاة والحياة الاقتصادية والسياحية للعراق والنمو الاقتصادي. كنت أسمع تقريركم مهم جدا، السياحة العراقية والسياحة أيضا العراقية الدينية والعلاجية، لأنه العراق هي كل الموارد الاقتصادية، العراق هي أيضا الدعم للقضية الفلسطينية دوما وتاريخيا. نتمنى لكم الحياة الاقتصادية والمعافاة والقوة إن شاء الله. شكرا جزيلا. النقطة الثانية والمهمة، الله يحييكي، والنقطة المهمة إنه لا، ليس قرار معنا، وهو قرار مهم جدا، هو تسجيل النقاط بانتصار فلسطين وصف على إسرائيل، سواء محكمة الجنايات الدولية التي طالبت بمحاسبة واعتقال نتنياهو وأيضا وزير الدفاع جالانت، والصفعة الثانية هي صفعة المحكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف الحرب، وهذا ما لا تريده إسرائيل، وهو يفرض عليها وعلى الإدارة الأمريكية. وأيضا الصفعة الثالثة هي موضوع لجوء بعض الدول الأوروبية مثل النرويج وإسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين. كل ذلك يؤدي إلى وضع إسرائيل في الزاوية، وهذا يبرر ويفسر بأن إسرائيل تحت الضغط والولايات المتحدة الأمريكية تحت الضغط، وهم لا يريدوا أن يصلوا إلى مرحلة الفيتو الذي تحدث الزميل المحامي من شاشاتك ومن استوديو الأيام في العراق أختي الكريمة. هم يريدوا أن يتهربوا من ذلك. لذلك اليوم بالذات إسرائيل تبادر من أجل صفقة الأسرى، ونحن كفلسطينيين كنا أيضا ردوا فصائل المقاومة بإيجابية وخاصة حماس، ولكن إسرائيل لم تمسك في الموضوع، أرادت أن تتهرب وتصمم على معركة رفح، فهي بدلا من أن تراكم انتصارا فيها راكمت هزيمة، وأيضا في كل قطاع غزة بسبب بأس المقاومة الفلسطينية
والآن تريد أن تلتف وتكسب مزيدا من الوقت لتعود تطنطن هي والولايات المتحدة الأمريكية في موضوع طيب. صفقة الأسرى لتتهرب من محكمة العدل الدولية. صفدي يعني الكيان الصهيوني. ثواني بس. نعم تفضل. ثواني أعطيني ثواني. تفضل. محكمة العدل الدولية مهمة، ولكن إذا الولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو يصبح القرار نافذا. المشكلة الكبيرة لدينا هي مشكلتين. مشكلة أمريكا المصطفى مع إسرائيل وتستخدم الفيتو أكثر من مرة، أكثر من 4 مرات لغاية الآن ومتوقع المرة الخامسة. والمشكلة الثانية ضعف المعارضة الإسرائيلية وعدم جدية. طيب أستاذ صفدي، أنت ذكرت بالفعل ما أود السؤال عنه، يعني الولايات المتحدة الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت، يعني لا يحتاج ضغط سياسي ولا عسكري حتى ينهار، لكن من يقف وراءه الولايات المتحدة. فسؤالي لحضرتك، هل ستستمر الولايات المتحدة بالحرب على قطاع غزة ودعمها للكيان الصهيوني، أو أن الولايات اكتفت حتى الآن بهذه الحرب؟ هي اكتفت منذ زمن طويل، يعني منذ أشهر، ولكن هل هي في ذات القوة أو الإرادة أن تفرض على إسرائيل وحكومة نتنياهو والحكومة المتطرفة بهذا الاتجاه؟ أنت تعلمي وضيفك يعلم وكل مشاهدينا في الوطن العربي وفي العراق تحديدا يعلموا بأن أكسجين نتنياهو أصبح ثاني أكسيد الكربون لبايدن. خنق الرجل، خنقه في الانتخابات الداخلية أدى إلى خسارته، خنقه في ثورة الجامعات، خنقه في الجاليات العربية والإسلامية التي باتت لا تصوت للحزب الديمقراطي ولا لبايدن. فأصبح يعاني بايدن ويخسر من نتنياهو. ولكن دائما السؤال، لماذا تشتغل الإدارة الأمريكية ضد نفسها؟ الإدارة الأمريكية حاولت أن تفعل اختراق سواء من الدول العربية وأيضا من إسرائيل نفسها بأنها تجد بديل عن نتنياهو بالتواصل مع جانس المعارض ولبيد وغيرهم، ولكن لم تنجح لغاية هذه النقطة بسبب ضعف الإدارة الإسرائيلية أو المعارضة الإسرائيلية. لكن المشكلة الإدارة الأمريكية علاقتها عضوية بإسرائيل، لا تستطيع أن تخرج عن هذا الموضوع في عقد، لأنها بتعتبرها بنتها المدللة، لن تستغني عنها مثل الولد العاق، لا تستغني عنه لأنه تابع لها. طيب. هاي هي مشكلة. وضحت الفكرة. نعم. إذن دكتور علي، هل ستستمر الولايات المتحدة؟ يعني ذكر أستاذ صفدي نقاط مهمة، بايدن سيخسر الانتخابات، هنالك رأي معارض أمريكي لهذه الحرب، هنالك معارضة للكيان الصهيوني، معارضة إسرائيلية داخل الكيان. نعم. لحكومة نتنياهو، حكومة نتنياهو تتخبط، هل ستستمر الولايات المتحدة بهذا التخبط؟ هل ستقدم على الفيتو أم ستنهي هذه الحرب؟ نعم، طبعاً قبل ما أجيبك عن سؤال حضرتك أستاذ فرح، طبعاً أحيي بالأستاذ أحمد هذه الروح الثورية الوطنية، ونحن كلنا في العراق طبعاً مع القضية الفلسطينية، احنا تربينا على يعني بصراحة على حب صحيح. فلسطين، يعني احنا كنا أستاذة في الابتدائية أهلنا يعطونا المصروف نتبرع للقضية الفلسطينية في مصروفنا اليومي، يعني القضية فلسطين هي قضية مبدأ بالنسبة لنا يعني. صحيح. بودي أن يعني أفرق لك أستاذة فرح بين، وهي فرصة، بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. محكمة العدل الدولية تحدثنا عنها، هي الذراع القضائي للأمم المتحدة. لكن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة تحاكم الأشخاص المجرمين، شلون أصدرت قرارات بحق الرئيس السوداني السابق، وأيضا لها قرارات تخص الإبادة الجماعية وفق المادة 6 من ميثاقها، جرائم الحرب الإبادة الجماعية، وأيضا جرائم العدوان. طيب. طبعا المحكمة الجنائية الدولية يختلف الحديث فيها، يختلف عن محكمة العدل. بس حتى أفهم، المحكمة الجنائية الدولية هل تستطيع أي دولة أن تقدم دعوة ضد نتنياهو تقول أن هذا مجرم حرب؟ لا، هي طبعا فلسطين انضمت 2015 يعرف أستاذ أحمد. نعم. انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، هي عضو مراقب فلسطين، لكن مع ذلك انضمت. حتى لو كانت إسرائيل، طبعا إسرائيل غير منضمة، حتى لو كانت إسرائيل غير منضمة، لكن المادة 15 من الاتفاقية، من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية تحمي الدول الأعضاء. لهذا فلسطين أقاموا أكثر من شكوى سابقة. الآن طبعا كريم خان اللي هو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، قبل 6 أشهر كان في غزة، شاهد هذا العدوان، كان واقف على الأطلال، فلهذا هو حول الطلب إلى الهيئة التنفيذية اللي هي من 3 قضاة، من تعطيل الضوء الأخضر راح يصدر أوامر احتقال على نتنياهو
وعلى وزير الدفاع الإسرائيلي. فلهذا السبب هذه القضية راح تكسب يعني إن شاء الله في الجنائية الدولية وتأثيرها. ست حضرتك قلت أنه الكيان الصهيوني متمرد، هل بالفعل راح تطبق على المجرم نتنياهو وتعتبره مجرم حرب؟ نعم هو وزير دفاع. أنا دا أتحدث عن الجنائية الدولية ليس عن محكمة العدل. المحكمة الجنائية الدولية عندما صدر أمر قبض يعني هذا أمر القبض راح يكون صحيح، هو راح ما ينفذ تعرفين حضرتك، لكن راح لا يستطيع السفر، الدول اللي يسافر لها تلقي القبض عليها وتسلمه، راح تكون قرارات حتى محكمة العدل الدولية طيب لها تأثير كبير في على. ارجع لك لنقطة، لكن السؤال سؤال حضرتك ارجع لك فقط اسمع من الأستاذ صفدي. أستاذ صفدي، هل تتوقع أن تستمر الحرب؟ وماذا يريد الكيان الصهيوني؟ ماذا تريد الولايات المتحدة؟ يعني لم تحقق أي من أهدافها على أرض الواقع. الحرب لن تستمر، ستتوقف، ستنتصر المقاومة الفلسطينية بصمود الشعب الفلسطيني وبصمود المقاومة أول شيء. نعم. لأن الاحتلال استخدم كل وسائل الضغط، الضغط العسكري، القتل والتقتيل، المستشفيات، الجامعات، المساجد، كل ضغط يستخدمه يرتد عليه، استخدم سلاح الجوع ارتد عليه وقصف المطبخ العالمي بتتذكري، استخدم موضوع عملية رفح وفزاعة رفح تلقى مقاومة قوية، إذن الحرب ستنتصر فيها المقاومة حتمية هذا الموضوع، وخاصة الأهداف السياسية غير قابلة للتحقق لأن وضعها الاحتلال مفعما بنار الغضب والانتقام وليست أهداف واقعية. النقطة الثانية والمهمة اللي أنا بحكي لك إياها، محكمة العدل والجنايات مهمات كثير، أهميتهم ليس فقط بالقبض على نتنياهو، موضوع أن الاحتلال كان دائما يفلت من العقاب، للمرة الأولى تنجح فلسطين وبفعل دول أممية مهمة مثل جنوب أفريقيا التي بادرت من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومثلها الجزائر، ومثلها هي العراق تنضم، ومصر انضمت أيضا للجنايات إلى العدل الدولية. هذا يبين بأن إسرائيل الآن محرجة جدا، وإسرائيل الآن التي كانت تدعي بأنها مضطهدة ومن هتلر ومن ألمانيا الآن تستخدم نفس الاضطهاد وتحاسب وتعاقب. هذا أمر في غاية الأهمية، ضغطهم بشكل كبير. وضحت الفكرة أستاذ صفدي. باختصار، هل ستستمر الولايات المتحدة بالحرب؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية خرجت عن الشرعية الدولية، خرجت عن الحياد كونها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي. يعني بلينكين يقول لنتنياهو تنحوا جانبا نحن ندافع عنكم، قال له نحن الآن أنا يهودي، يقول له أنا يهودي الآن. طبعا هذا خروج عن الشرعية الدولية والحياد المطلوب. لهذا أحد الرؤساء أعتقد الرئيس التركي أردوغان عنده كتاب اسمه العالم أكبر من خمسة. فعلا يا أستاذة فرح، العالم أكبر من أن تتحكم به خمس دول، فيحتاج ميثاق الأمم المتحدة إلى تعديل. طيب ستستمر الولايات المتحدة بالحرب؟ لو العوامل الداخلية تراجعت. أنا قريت آخر إحصائية كان في بداية الحرب الرأي العام أيد 67%، الآن أصبح 20%. نعم. تراجع كثير، وهذه التظاهرات اللي تحصل بالجامعات في الولايات المتحدة بدأت كأوراق ضغط، كلها ورق ضغط، وهم مقبلين على الانتخابات. شكرا جزيلا الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، حياك الله، نورتنا في حصاد اليوم. كل الشكر والتقدير للباحث في الشأن السياسي من القدس المحتلة الأستاذ أحمد صفدي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذا ختام ملفنا الثاني راح يكون بأبرز ما جاء في منصة اكس حول قرار محكمة العدل الدولية ابتداء من موقف رئيس الوزراء العراقي، لنتابع.
نتابع وإياكم الموجز الخبري لهذا اليوم. الشيخ همام حمودي يقدم التعازي باستشهاد الرئيس الإيراني ضمن وفد رفيع يتقدمه رئيس الجمهورية في طهران. وزارة التخطيط تؤكد أن المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال عام 2024 بلغت 41 تريليون دينار. النزاهة تطيح بمدير مركز الشيب الحدودي متلبسا بجريمة الرشوة مقابل تسهيل دخول مواد ممنوعة. الدفاع المدني تعلن إحالة 515 مشروعا مخالفا لشروط السلامة إلى القضاء. فريق التواصل الحكومي يعلن تشكيل لجنة لتفعيل الدفع الإلكتروني في الصيدليات. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.